قد تكون عملية تقديم طلب الالتحاق بالجامعة مرهقة، وقد تكون النتائج مخيبة للآمال. إذا لم تقبل في الجامعة المفضلة لديك، عليك أولاً أن تبقى إيجابياً ولا تستسلم. استفد من هذه الفرصة لتحسين طلب التحاقك بالجامعة وإضافة المهارات أو المعلومات التي ستساعدك في تحسين سيرتك الذاتية. يمكنك التسجيل في إحدى الكليات المحلية بدورات أو كورسات تتعلق بمجالك الدراسي أو التي تعلمك المهارات المرغوبة من قبل الجامعات، والذي سيحسن من فرصك في الفصل الدراسي القادم. يمكنك أيضاً التطوع لخدمة المجتمع أو العثور على تدريب مهني مع منظمة ذات صلة بالمجال الذي اخترته لاكتساب خبرة عملية في مجالك.